يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شكذا ربنا برضو ذكر قصة في سورة الشعراء، إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يختلق والله يا أخواننا دي مشكلة، تلقى زول مشلل زول يقول لك عالجو، والزول هو ذاته ودوه إسبانيا ولا تركيا ولا الأردن عنده حصوة ولا عيونه تعبانات ولا غيره، أو مشى المستشفى يدوه حقن ودار عليهم في المسيد عشان يديه ورقة، هو ذاته مسكين. شكذا إبراهيم قال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. ليه قال إلا رب العالمين؟ لأنهم عبدوا هذه الآلهة مع الله الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. هو القرطبي قال هذا يفيد الحصر والاختصاص، يعني ما بيسقيني ويطعمني إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا مرضت فهو يشفين، والذي هو يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعلني لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون. ده سؤال، أين ما كنتم تعبدون من دون الله يوم القيامة؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون لنفسهم؟ بيقدر ينصروكم انتم لنفسهم؟ بيقدر ينتصروا؟ ربنا قال فكبكبوا أي دهوروا، يعني كبوهم رموهم ألقوهم في جهنم.